هالأواعي أبداً مناسبين للخطبة. قلت لك البسي جرافي بس أنت ما رديت. أنا قصدي تيابك أنت، طلع على حالك، طالع بتضحك. كيف بدك يعني البس يعني؟ هات سمعنا مثل جدي مثلا؟ أخي نحن رايحين نخطب، كنت البس طالع على القليلة. أصلا بتعرف كل هاي الخطبة حاسسها على الفاضي. قلك شغلة؟ قلبي عم يقلي إنه رح يصير شي وهالخطبة ما رح تزبط أبدا. بتعرف؟ يا ريتني جيت لحالي وما جبتك لا معي. لا ما بيصير، عيب تروح لوحدك لهنيك، لازم حدا يروح معك، ولهيك اجيت أنا. لو سمحت يا معلم نزلنا هون ووقف عداد هالسيارة لأنه ما معنا مصاري. ما في مشكلة أخي، أنت رايح تخطب أنا رح وصلك وين ما بدك. لا لا وقف، أصلاً البيت صار قريب كتير من هون، ما تاكل همنا، يسلموا إيديك. بس بدي تسامحني لأنه ناقصين ليرتين. ما في مشكلة أخي. يعطيك العافية. يلا شباب نزير خلصني. طول بالك. أوف. لك يا زلمة انت ليش اشتريت الشوكولا من اغلى الانواع؟ نحن بسببك هلا عم نكفي الطريق مشي. الزلمة بده يوصلنا وانت رفضت. بالله استغفر الله على بس هاليوم. تكون كريم الله بيكون كريم معك يا شوكات. صحيح الشوكولا غالية بس الشوفير كان بده يوصلنا، بس حضرتك رفضت هالشي، انت رفضت نعمة الله شوكات. ليك اسمعني منيح يا ويلك اذا بتحكي عني قدام الجماعة بهالطريقة. بس نوصل بتسلم عليهم وما بتقاطع حدا ابدا، تمام؟ وليك بدي اياك تكون قاعد محترم قدام الكل. انتو ناس اكابر ونحن اجينا لعندكم، ومدام الله بارك بهذا الشيء وبشفاعة القديسين والطاهرين ومشان الدراويش والمرضى والاموات والاحياء نحن بدنا نطلب. مرة رح نتحاسب. معلش يعذروه لو سمحتوا، هاي اول مرة بيجي وبيطلب مشان هيك متوتر شوي. اسمعني يا اخ عبدو، انا ما دخلني، طالما هيلين موافقة على هالشي وهن بيحبوا بعضهم لهيك أنا ما عندي أي مانع. ماشي؟ الله يوفقكم. لا لا بابا مبروك. شكرا. مبروك. يعطيك العافية. وأخيرا اتفضلوا عدو. اسمع يا ابني شوكت، أنا ما عندي غير هاي البنت، عشت حياتي مشانها واشتغلت وشقيت كرمالها، من هلأ ورايح كل شي بملكه أنا إلكن أنتو. ماشي؟ ايه هو يا عمي بصراحة نحن قررنا إنه اتنيناتنا نشتغل ونتساعد بالشغل تبع البيت، قصدي أنا بطبخ وهي بتجلي صحون. رح ساعدك فيه، ما بتركك لحالك. ومشان تنظيف البيت هيلين قالت إنه منجيب شغالة وأنا وافقت فورا وما حبيت أرفض لها الطلب. طيب بما إنكم متفقين على كل شي ريحتوني، بس أنا ما عندي غيرها ولهيك بدي ساوي لها عرس فخم كتير وحلو. لا عمي معلش ما بدنا، نحن بصراحة يا عمي مو حابين انه نعمل عرس. ايه ابي انت ما شفت شو صار معنا وقت ساوينا العرس الماضي؟ وقتها انفضحنا بكل وسائل الاعلام والجرائد، مشان هيك ما في داعي نعمل شيء. لحظة هالشغلة نحن منقررها. ليش انت شو دخلك؟ انا بس بدي افهم مين دافشك علي. انا عم احكي هالشي لمصلحتكم ومالي ضدكم، وبعدين السيد ممدوح بده يفرح ببنته وهو معه حق، ليش تحرموا هالفرحة؟ طيب خلاص لكان مثل ما بتكون، رح رتب للعرس. لا لا أنا اللي رح رتب له بنفسي. لا معلش عمي خليه علي، هذا عرسي وأنا حابب أعمله. شوكات شو عم تساوي؟ شبكي بدك خلي هذا الغبي يحكي علي مرة تانية؟ أنا لازم روح هلا. خير ابني؟ أنا عندي شغلة ضرورية بعملها وبعدين برجع. ليش؟ عندي بيت ورثته من جدي لازم روح بيعه هلا. ابني شو هالحكي؟ معقول تبيع بيت جدك بس مشان العرس؟ لا يا عمي، اصلا اذا ما بعته رح ينهدم، وبعدين تجي البلديه وبتتملك على الارض وقتها، وكمان وقت الهدم يمكن يتضرروا الناس وينصاب شي واحد منهم، وساعتها نحن بدنا نعالج هالشخص اللي انصاب. مشان هيك ليش لنفوت حالنا بكل هالشغله هي؟ مو محرزه. معك حق.
شوكات، شبك يعني أنت مجنون شي؟ لا تسأليني، اسألي هذا الأجدب، أنا جبته معي لتشوفي الفرق بيناتنا. يلا أنا لازم روح عمي. طيب يا ابني روح خد سيارة من سياراتي وسافر فيها. اقتراحك حلو، نطلع فيها أحسن من التاكسي، منوفر كتير. ما عاد بدي اسمع صوتك، عم تفهم؟ ليش؟ شو السبب؟ بقيت بسببك، إذا لسه بتحكي بخسر المحل تبعي. يلا بالإذن، أنا لازم أمشي هلأ. شوكت ابني، ليك، هدول سياراتي، تفضل نقي أي واحدة بتعجبك. بدي هاي. أي واحدة؟ هاي السودة. بس هاي سيارة الجناناتي تبعنا. ايه معلش أنا ما رح طول فيها كتير، وإذا احتاج سيارة عطي واحدة من عندك. طيب مثل ما بدك، عراحتك. يلا الله معك. دعولي دير بالك على حالك يا ابني. ماشي أخي عبدو، اتفضل لحتى أعطيك المفاتيح. يلا خبرني بكل شي بيصير، عم تسمعني؟ حاضر، رح خبرك بكل شي، شو أكلت هني وشو شربت ومع مين حكيت ومين شفت، رح أعطيكي تقرير كامل. تمام، بدي أعرف كل نفس بتتنفسه. أنت الهوى اللي بتنفسه. ولك حل عني العمى، شو إنك دبقة؟ شفت شلون؟ أنا كان معي حق بكل شيء، الله دخيله من فوق أكرمك وعوضك عن البيت وبعت لك سيارة كمان. عبدو خلص مالي طايق اسمع صوتك، أصلاً صارت روحي هلأ براس مناخيري. ها اجينا مشي بس رجعنا بسيارة، لازم تتعلم من اللي صار معك يا شوكت. أنا رح خليك تتعلم هلأ. قوم انزل، يلا انزل انزل وكمل الطريق مشي، أنت ورطتني بهالعرس، نقلع. فكر رح تهرب من قدرك؟ أنا نازل بس بأنقرة رح يطلع لك عبده تاني. معلش راضيان، وإذا بيطلع لي هيك واحد رح أقتله وأخلص منه. شو ما سمعت؟ يلا نزيل، هلكتني اليوم، ما فات لسانك لحلقك، لك كرهتني هدول التياب اللي لابسهم هلأ. يلا سامح. يا رب بتعرف طلبي وبتعرف الشخص. آمين. أعطيك 80,000 ليرة سلف، وإذا بتحب فينا نعطيك شقة بداله، إذا عم تخطط للاستثمار خود بالشقة. لا ليش بدي أعذب حالي بهالشي، رح أصرف المصاري بليلة. بس معلش نساويهم 100 بدل 80. والله هالشي مو بإيدي هلأ. لا تقلي مو بإيدك، أنت الكل بالكل، بعدين 100,000 ما رح تأثر عليك. عذرني شوكت بيك ما فيني. ايه معقول انت محامي هالشركة الكبيرة وما بيطلع بايدك هالشي؟ لو كنت محامي بدالك لكنت بعت كل يوم شقة للناس. طيب ليك انا رح اسأله للمدير هلأ قدامك. ايه تفضل. اكتاش بيك بعتذر منك، اجا صاحب البيت المفصول بمنطقة كلاي وهو عم يطلب مبلغ كبير، بده 100,000، شو رأيك هلأ؟ لحظة. لا ترد عليه، خلص قل له لا بالوقت الحالي، بكرة منشوف. ايه بس ليك اخي انا مستعجل هلأ، اسمع خلينا ندق الحديد وهو حامي، عطيني 100,000 وبعدين منكمل الباقي، موافق على هالشي؟ مين انت؟ انا اسمي شوكت صاحب البيت. طيب تفضل لعندي على المكتب. اهلين سيد شوكت، كيف صحتك؟ الحمد لله. تفضل اقعد. اصلا انا كنت رح اقبل على التليفون بس صار عندي فضول اعرف مين انت. خود شوف. بيع بيض؟ اي نعم. هلا انت بتنتج ولا بس بتبيع؟ لا انا ببيض وببيعهم بعدين. انا كان قصدي في عندك مجاني. لا نحن هلا بنينا لنجرب بالاول ونشوف كيف الانتاج، وفي عنا ديك حلو بيعجبك اسمه اموكاشي، كل يوم خليه يتفرج على مباراة فريق بشكتاش لانه بيصير يتحمس كتير، والجاجات كمان بينبسطوا بالمباريات مثله. منيح. ليك شوكت هذا كرتي، عليه رقم موبايلي ورقم شغلي كمان. يلا شكرا كتير. شكرا لك. لازم تكون ايدك ناعمة مشان ما يتكسروا البيضات. ليش وجعتك ايدك؟ عم بمزح معك بخاطرك. بدك شي هلأ؟ لا سلامتك. إن شاء الله تكون رضيان. شو بدي أحسن من هيك؟
بعدين أنا بياعه كل يوم بفاصل الناس على البضاعة، بقى بدك ياني كنت أطلع خسران اليوم؟ مستحيل يصير هالشي. ماشي موفق، الله معك. شكرا. سلم. عمو اشتري مني قلم أمانة. طيب يلا هات واحد. نقي واحد. عطيني حي الله واحد. تفضل. عمو مالكم بردانين؟ لا لا أبدا، خلصت الشتوية. أوه معقول كل هدول؟ ما معك فراطة؟ لا والله ما معي فراطة. نحن كمان ما معنا، خذ قلم تاني. لا لا رح وقع عقد زواجي فيه، خلص خذوا الباقي، ما في داعي ترجعوا لي شيء. شكرا كثير عمو. شكرا عمو. لوين رايحة؟ ارجعي لهون. اتركني والله. لا اتركني انا بوجهي. لك والله لخلص عليك على الاخر. ساعدوني يا ناس ان شاء الله. خلص بعد بعد عنا بقى، اهدى شوي اهدى. بعد هيك انت لا تتدخل. والله فيني قلت لك اهدى وخليك بعيد. انا بس اقول لك خلص يعني خلص، عم تفهم ولا بقى تحكي؟ لك مين مفكر حالك انت؟ لا عاد ترفع ايدك والا بكسر لك ياها. ولك عم تفهم؟ والله شو اسمعني منيح. اسمع شو بدي لك. انا ما بعرف بطلب بس بعرف كسر العظام وطلوع، عم تفهم؟ ما فهمت. انت الظاهر بدك قتله، بدك تفهم بالذوق انت ولا لا؟ فهمت خلص عاق بعد عيدها. تعرف اذا بتعرف ما تلوم غير حالك، خليك واقف مكانك. رح لا تتحرك. تفضلي. عن جد يسلم معذبتك. ليلي اختي فيني ساعدك بشي تاني؟ لا شكرا انا بورجيكي. رح وقف لك تاكسي لك. والله ماشي يلا. يسلموا. تاكسي انتظري. خدي هذا الكرت تبعي، اذا احتجتي لشي حاكيني وانت ما بدك بس تدقي لي بتلاقيني عندك. الله يبارك فيك يا اخي. انا بورجيكي. روحي. ايه ايه روحي. ماشي تفضل. وصل الخانوم على البيت. أمر. وخلي الباقي. فكرة. شفت خلصنا وهي حلينا لك المشكلة تبعك. تاني مرة استعمل مخك وفكر منيح. استعمل مخك قبل ما تعمل شيء. طيب خلص خلاص. شو اللي ما بعرفه؟ ليش عم تضرب المرأة؟ لك احكي يا حيوان. انت الظاهر بدك تخليني قتلك على الاخر ما؟ شو رايك هلا خلي عيلتك تطلعوا بجناسك ولك؟ اعمل لك خلاص. بس اسمعني شوي. خليني اوضح لك شو القصة. بس اسمعني شوي. قولك شو بدك يعني اسمع يا حيوان؟ بدك تخليني ارتكب جريمة انت؟ قولك غبي ما عاد تفهم انت؟ بدي خلص عليك هلا. قولك اتركوني. بدي اقتله. اتركوني. اتركوني بعدوا عني. هلا صار فيكم نخوة انتو؟ ها؟ قولك هالكلب كان عم يضرب مرة وانتو ما حدا منكم انتخى. كنتو مبسوطين بشوفت المرة عم تاكل قتلة. انتو رجال خليكم قاعدين. هلا لحتى اجيتوا؟ لك صاركن ساعة واقفين على جنب. اسمعوا كلكن، أنا بتحدى أي واحد يجي ويقرب علي. تفو عليكن أندال. قاعدين عم تتفرجوا كأنه هون في سينما. عمو عمو يا عمو شنطايتك. شنطة؟ يسلموا إيديكن يا أولاد. شكرا لكم. شكرا كتير. شو في عندك شراب قوي؟ في كتير للطاقة، بس اللي عندي كتير تقال عليك. أعطيني وحدة. نصيحة خد شراب عادي. لا أنا بدي مشروب الطاقة. حل عني أنت بينتك مجنون. عم قلك هات مشروب الطاقة. خود استفل. لا ترجع، ما رح يلزموني من هلأ ورايح. لك شو ها؟ مجنون؟ انا بحترق. ايه طب ليه رح تحترق؟ يا غبي لو كان فيك مخ ما كنت شربت اساسا. شو
شوف يا عبدو، ليش عم تتصل هلا؟ شوكت، انت نزلتني من السيارة وخليتني روح على الحارة مشي، لازم تدفع لي حق الخطوات اللي مشيتها. عن جد؟ عديت كم خطوة مشيت؟ مشان أعرف قديش أعطيك. لا والله ما عديتهم، بس زعلت منك شوكت، ما لازم تعاملني هيك، أنا دائما معك وما تركتك أبدا. هلا خلص عجلوا شوي لنشوف اذا صار له شيء. حول ولا قوه الا بالله. صار لك شيء معلم؟ صار لك شيء؟ صار لك شيء؟ رد علي. ليش ما صار لي شيء ابدا؟ لك بعدوا عني واتركوني. طيب انت مجنون، ليش نطيت قدام السياره؟ لانهم خانوني، كلياتهم خانوني. شو هالمشكله العظيمه؟ يعني هلا بكل هالعالم ما في غيرك انت اللي صار معه هذا الشيء؟ تعال يلا امشي. قوم وقفوا معي شباب. على مالك؟ ما فيك شيء؟ لك انا ما فيني شيء، بس المشاكل هون براسي وما عم اعرف كيف بدي احلها. خلص ما بقى، شو صار لك؟ ليش هيك عم تعمل؟ دور لشو؟ خليني شوف. نط يلا، بلش رقص بسرعه. في شيء وجع؟ يلا شباب. شلون؟ تمام خلص حاج بكفي. حاسس بوجع شيء؟ قلبي عم يوجعني كثير وما عم بقدر اتحمل. يلا شباب روحوا. شكرا. تعا معي انت، عود هون لشوف. عود على مهلك. قلي لشوف، ليش قلبك عم يجعك؟ ساعدني شان الله، ساعدني. لم تفوني، انا عم احترق. لم تفوني، تفوني شان الله، ساعدوني. ما عم تسيبون، ما عم تسيبون. لك ما قضي وقتك كلياته شرب، وفوق هيك بدك حالتك تزبط. ولك مو شايف شو صار فيك؟ العمى شو غبي. يا ربي شو هاد، انا احترقت عن شان. اي نعم احترقت. شان تاني مرة تعرف انه ما لازم تشرب هالشرب كله. ما قلت لي شو اللي صاير معك؟ يا أخي في بنت أنا بحبها وكنا متفقين إنه نتزوج، أما هو طلب إنه يشوفني ومن هون بلشت المشكلة كلها. مرحبا، يعطيكم العافية، أنا اسمي سامي وإجيت مشان أحكي مع أبوها لزينة. أهلا وسهلا، جيت على إجري. جاهز يا حلو؟ حطوا لي على طاولة البلياردو. تعال سكو. كان بده يقتلوا لي يا أخي، مشان هيك هربت بسرعة. شو جريمة يعني إذا حبيت بنته؟ إذا ما بده كان يرفضني. خلص لا تعيط. شو عزموني على قهوة ليقتلوني؟ خلص بقى، حاجة حوز مثل البرغوت. طع عمرك على الريحة. اسمع رح أقول لك شيء، أنا قررت ساعدك بمشكلتك. شو هالمصيبة هي؟ خلاص بكفي يا ابني، على كل حال ما في شي خطير، حروق بسيطة، رح ترجع لطبيعتك عن قريب، لا تخاف انت. بس بده يطفي النار اللي جواتي، النار من جوا عم تاكلني، حتى الاطفائية ما فيهم يطفوها. تعرف شغلي، روح على دكتور نفسي، الله يحمل معك. شكرا. سمعت شو كان عم يقول لك الدكتور؟ راحت علي المباراة. ليك رح احضرها بدالك وبقول لك النتيجة. ما في. لك خلاص بقى شد حيلك. ليك أنا رح مر على القهوة وحلل لك كل مشكلتك، لا تخاف رح زبط لك كل شيء، أنت خليك مرتاح. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين صاحب القهوة هون؟ أنا. شو بدك بالله؟ شو القصة يا معلم؟ ليك يا معلم شو بدك احكي؟ طيب قالوا لي مين محاسب القهوة؟ في حساب بدي صفيه معه. هي سكر لي الباب، لقلك ما بدنا صوت يطلع لبرا، في عنا ضيف جديد ولازم نرحب فيه منيح. سيفو طالع لي السلاح، لأنه في واحد بده يتكسر راسه هلا. اللي مين انت لحتى تصفي حسابك معنا؟ انا شخص عادي وما بدي اعمل شيء، فهمت علي؟ مين ابو كوزيت؟ انا بكون هو. تفضل شو القصة؟ مين حضرتك؟ شو بدك مني؟ أنا اسمي شوكت. إيه وشو بدك بقى؟ قبل شوي نط زلمة قدام سيارتي بده ينتحر، سألته شو هي المشكلة، طلع هو بيحب بنتك وانت طلبت منه انه يجي لهون لعندك، قاموا هجموا عليه 30 زلمة وصاروا يضربوه. بيصير هذا الشيء؟ شو عامل لك الزلمة؟ لا هذا الحكي غلط، اسمع الحكي المزبوط، نحن مستحيل نهجم على واحد ونضربه من دون سبب. تعال فوت عود، باين عليك زلمة معدل. يلا جيبولنا كاسة شاي.
تفضل عود هنيك شريف. تفضل تفضل. شبكون؟ خلاص عدوا. على طاولاتكم. عدوا عدوا. يلا شو عينك يا ابني؟ يلا روح جيب لنا كاسين شاي. تعرف منيح اللي اجيت؟ انت زلمة يا بضاي واكيد رح تفهم علي، رح احكي لك. الشي اللي صار مع سامي وقت اللي اجى لهون على القهوة بصراحة كان شي عادي وبيصير وين ما كان. سامي بابا واخيرا وفى على موضوع. قال لي انه تروح انت على القهوة لعند يا الله. معقول؟ تعرف سامي كنت بدي اقول لك شغلة مهمة بس نسيتها. يا ترى شو كانت؟ انت بتعرف شي؟ زينب انت شو صار لك؟ هاي هي عاداتنا ونحن اذا ما اشتغلنا فيها يعني ما رح ننبسط ابدا. يعني نحن من زمان متعودين انه نعمل للعريس قتله نخلي نشوف فيها نجوم الظهر وما ينساها بحياته، يعني لنشوف اذا كان الشاب بيحب البنت ولا لا. لكان وبعدين منشوف اذا كان هالشاب قوي، يعني هو رح يقدر يقاتل 20 شخص بنفس الوقت. والقصد من هذا كلياته يا ابني إذا مفكر شي يوم يرفع إيده على بنتنا بيكون عرفان منيح شو ناطره، ورح نفرمه وما رح نخلي من عظمه ولا عظمة صاغ. هاتوا لهون. شرف معلم. يسلموا. تفضل. يسلموا إيديك. شو بتشجع فريق بشتكاش؟ إيه مزبوط. إيه بس نحن هون كلياتنا منشجع فريق أنقرة يا حلو. إيه حلال عليك، منشوف مين رح يفوز بكرة. ماشي. إيه أنت بتعرف متحفنا شي ابني؟ قصدك متحف الفن والنحت اللي هني؟ شو عم يحكي؟ لك لا لا مو هاد، هذا المتحف هون بقهوتنا ومنقله زاوية الحب. ليك هدول قدامك تفرج عليهم، اطلع منيح على هالوجوه. انت بتعرف ليش هن مشوهين بهذا الشكل؟ نحن ساوينا كل هذا الشيء، وهالشغلة عملناها مشان بناتنا لما بدهم يخطبوا ياخذوا زلمة يحميهم من كل شيء. انتبه. ليك شايف هدول صور الأشعة اللي معلقين هون؟ طلع عليهم منيح. هدول لي انا عملت رقم قياسي بهدول الصور. بس بتعرف كم كسر طلع معي بوقتها؟ طلعوا 5 كسور. شو رأيك بقى؟ اللي مين بيتحمل هذا الشيء؟ بده يكون مثلك. مشان تعرف مين اللي قدامك. لا عن جد برافو عليك. شكرا هاد من زواك يا ابني. ليك نحن عنا قوانين ثابتة، يلي بيجي لعنا من دون اي طلب ما بنضربه ولا منقرب منه بنوب. ايه هيك احسن. ايه لك ايه احسن. زير شو جيب الزلمة لهون وانا بوعدك اني رح كسر له عظامه وساعتها رح وافق عليه كمان. شو فكرني بهالمنصب هاد على الفاضي؟ طيب ماشي، بس بالاول بركي صار معاق من الضرب. اسمع شو عم يسأل. لكن بلا اكيد بتصير اعاقتي، الاولى نفسيه والثانيه جسديه. لكن يعني اللحم الكون والعظم لالنا. مهضوم مهضوم كثير. يا الله انت عملت معي معروف ما راح انسى بعمري. ايه صحيح. ليك مر على مركز الدم قبل ما تروح وتبرع بالدم، لانه اذا عملت هيك ما راح يضربوك على وشك، وبرايي لازم تستفيد من هالحمله. بتعرف شوكات لك انت اصلا ملاك، الله بعت لي اياك لتنقذني. ما حاجه تبالغ. بس شو صار لك؟ خلص بقى عود واهدى. عن جد انت مو معقول. سامي مين عمل فيك هيك؟ شوفت عينك؟ بس الحمد لله ما في شيء. هو منيح يا ربي اللي كيف صار معك هيك؟ معه بيتحسن يا روحي. عطيتو ايش عمو؟ انا واقف برا. يا حبيب قلبي اللي شو صار لك؟ حبيبتي انا بعت البيت وزبطت كل الامور، بس ما فيني ضل هون، لازم اروح على الحارة. ايه طيب، أصلاً أنا كتير اشتقت لك، لا تطول. وأنا اشتقت لك كمان، لا تخافي أنا جاي. هيلين؟ بتعرفي أني كتير مبسوط؟ وأنا كمان مبسوطة. وأنا كتير بحبك. وأنا بموت عليك، بحبك كتير. رح اتجوز الاسبوع الجاي ان شاء الله. الف مبروك. تتهنى ان شاء الله. شكرا. سامي حبيبي ليش كنت مسكر تليفونك؟ لك والله مت من خوفي عليك. حبيبتي كبيت التليفون بالبركه، بعدين ليه ما قلتي لي انه عيلتك رح يضربوني؟ نسيت. العمى عن جد غبيه. لا تقولي هيك. بعدين انا خفت انك تنزعج مني. حبيبتي معقول اني انزعج منك؟ انا من شارك بضحي بحالي، بيقدروا يضربوني قد ما بدهم بس مستحيل اتخلى عني. ري
سلامتك. هذا وجع فعلا. تعال يلا بلشت تشتي، خليني اخذك على البيت. مستحيل اخي، انا ما رح اتركك شو ما صار. لا تعيط، نحن بالمستشفى. ام على كيفك، بدك تنام عندي. ماشي تفضل. مشان الله خلصنا بقى. عم حلفك بالله تجي معي. ماشي طيب، لا تتدخل. هاش شو انت ما رح تجي معي؟ خلصنا بنحكي بالسياره. بترجاك اخي. طيب رح ضل. انا مو طالع لحتى توافق. ركاب يلا. رح ضل معك. يلا ركاب. ما كان ناقصني حدا غيرك باخر هالليل. لك تعال ركاب. استني. شو صار لك؟ طلع. شو عم تعمل؟ ولا شيء، بس هالمطر كتير بارد وعم بيرطب لي وشي. الدكتور حط لك مرهم هلا بيروح. يلا ركاب. يلا بقى اطلع. شو صاير لك؟ يلا فوت لجوا وفكر الباب هلا بتاخذ برد. لك شو صاير لك؟ ها؟ ما في حدا عاقل بهالدنيا بيعمل اللي انت عملته. فكر لي حالك شاطر؟ لك حتى بالافلام يلي بده ينتحر بيترك رسالة. لك يا أبي ليش هيك عم تحاكيني وكأني متت؟ لك أنت ما بتعرف شو كان رح يصير فينا لو إنك متت. خلص بقى بكفي حاج عياط. بعتذر يا ابني، بس أنا معصب شوي. هالولد اللي هون رح يجنني. وأنت بس تصير أب. شوي شوي شوي. لك مالك شايف كيف حالته؟ بعدين وإذا انتحر شو يعني؟ هو رح ينتحر كل يوم. يا ربي. خلص لا توجعي يا مرة. عم تفهمي؟ عم قلك بعدي عنه حاج تدهليله بقى. انت ما عم تفهمي علي؟ الله ياخدني بقى يا رب. ارتحت ليه؟ قوم خد لعبتك وروح ساوي اللي بدك تساويه، يا اما روح لعند السمك. الله يعيني عليك يا ربي، تاخذني لحتى ارتاح. ليك ولا اذا بدك تنتحر مره ثانيه وما بتكتب لي، يا ويلك وقتها. انا شو عامله ليصير فيني هيك؟ يا الله، ابوك من غير شي مجنون، بدك يعني جن معه كمان؟ على مالك امي عم تحرقيني. خلاص بقى يا اختي. حوض السمك وينه؟ حابب شوفه لو سمحت. ليك وهنيك، روح شوفه. شكرا. لا تعذبها. طلع ابني، بقي شوي صغيره، خلصنا بس شوي. معلش تحمل شوي. أخي شوكات، بترجاك تعال نظف لي وشي. عود. أهلك ناموا؟ أي ناموا. مشان الله ما بديك تنزعج منهم. لا شو عم تحكي أنت؟ هذا أخوك؟ أي أخي. وينه هلأ؟ توفى. كان عمري 5، هو 7 سنين، وقع من على البلكون وأهلي لسه متأسرين فيه. طيب بما أنك بتعرف أنه هيك حالتهم بسبب أخوك، لكن ليش بدك تنتحر؟ شو ما بتفكر فيهم؟ يمكن يجنوا إذا متت. أي بس يا أخي، هنن عم يعاملوني كأنه عمري 5 سنين لسه. والله هالشي ظلم. أي معهم حق. طلع حواليك على الغرفة، لساتك ولد صغير. أهلك كبروا وصاروا ختايرة. صحي اليوم هن هون، بس بكرة يمكن ما يكونوا معك. لهيك كبار وعقال. أي رح أكبر، يخلوني أتجوز، وبعدين رح يشوفوا أني كبرت ورح يتقبلوا حقيقة أنه أخي مات. لك قوم اصحى على حالك بقى. لما كانوا عم يوزعوا الزكاة أنت وين كنت؟ أكيد أنت كنت بالحمام، ما هيك؟ لك شلون بتبيع البيت بهالبساطة؟ عن جد غبي. في قبر لواحد من جدودك بجنينة البيت، وهو حدا كتير مهم. روح رجع البيت بسرعة، أحسن ما خلي هالبغل يرفسك. يلا بسرعة، إذا ما بترجعه رح تنزل علينا المصايب. أنت مجنون؟ لك أنت ما بتحترم أجدادك؟ ويكون بعلمك بعت هالبيت هاي رح تدمر العيلة كلياتها. عم تفهم؟ روح رجعه بسرعة. يا الله يا جدي، بدي أعرف ليش مو رضيان عني أنت؟ كل يوم عم تبهدلني شكل. خلاص بقى اتركني وحاج تطلع لي. مشان الله خليك بقبرك مرتاح وريحني معك. الله يرحمكم جميع.
لك حاول تطلع صوت انت عم تاكل. حاجتك يا زلمة. شوكت لك كيفك؟ شلونك؟ شو أخبارك؟ والله اشتقت لك. وأنا كمان. طمني عنك. أنا منيح. خير شو برأسة؟ هاي ضربة قديمة. أهلين بالغالي. أهلين فيك. سمنان والله. ليك تطلع كيف صاير؟ شو هالكرش هاد؟ لك خلص بقى اتركني بكفي. أهلين. أهلين فيك. اشتقت للحارة كتير. تعرف إنه ريحتها ما بتروح من بالي؟ آخ أصلى على أيام زمان. انفجر صرف صحي هون، تغيرت المنطقة كتير وصارت سياحية، بس العالم ضلوا مثل الأول. يلا يلا خلينا نروح على هون. شوفوا مين جبت لكم معي. مرحبا يا شباب. أهلين. أهلين. كيفك حجي؟ إيدك بس يا ابني. حاجي بقى. شلونك؟ هذا أنت؟ تعال شوف مين إجا. أوه. طمني عنك. شو هاد؟ اخيرا وصل ابني شوكت. اهلا وسهلا. اخ منك يا ملعون، خليني ضمك تعال. انت ليش هيك ما عاد زرتنا بعد ما انتقلت على اسطنبول؟ اشتقنا لك. هاي تعال يا ابني، تعال شوف مين اجا. اجا شوكت. شوكت شو اخبارك؟ اهلين يا معلم. لك انت شو عم تعمل هون؟ ليش انت ما عرفت؟ انا صاحب القهوة. عاشتك بقى. ايه ما في شي، بضل على حاله. ايه والله. لك اقعد بقى خلينا نشوف. يلا اقعد شوكت. قديش عذبتنا وانت صغير؟ ما كان ينيمك غير جدك، هو وحده اللي كان يسكتك، كان يوشوشك بشي ما حدا يعرفه أبدا. كان يسبني. والله كان يحب يخليني عصب وعيت وبعدها يراضيني بكازوزة. سألوني أنا عنه. جدك كان عديم الإيمان وكان ينزعج كتير من إمام الجامع. إيه؟ لا. جدك كان خسيس كتير. خلص بقى. أكيد عم يحترق هلأ بنار جهنم. أكيد أصلا يمكن يكون طفش كل العالم اللي هنيك بنار جهنم. هالحكي ما بيصير، خلص ترحموا عليه. ايه وحفيد هالخسيس هاد هلأ عايش حياة العز. خلصنا، حاجتك بقى. انا قريت الخبر بالجريدة، خطفت للبنت ما هيك؟ ايه يعني في هيك شيء. طيب وليش ما بتجوا بتعيشوا هون؟ لا هالموضوع صعب، لانه بتعرف يعني تعودنا على اسطنبول وهنيك شغلنا كله. اساسا انا اجيت لحتى بيع البيت ومبارح بعته. شو عم تحكي يا غبي؟ بعته من كل عقلك؟ ليش لا؟ ما بتعرف انه في تحته قبر لحدا مهم شو من عيلتك؟ ولك شو عم تحكي انت؟ امشي. معقول؟ لك شبك صافن فيني هيك؟ تعال خلص قوم لنشوف. ايه خلونا نروح. جدك اجا هالمنطقة بعد ما تاب وصار منيح، وبعدين دفن حدا من قرايبينكن بقلب هالجنينة هون. معقول هيك؟ اي لكن عم امزح. هون ابي؟ ايه يا ابني هون. ما حدا عنده خبر بهالحكي، بس انا بعرف. طلع فيني اصحك انت تبيع هذا البيت، والا في لعنه رح تصيبك وتدمر عيلتكن. ما حدا بيعرف شو بصير. بعدين الشخص اللي مدفون هون ما رح يرتاح ورح يعملنا شي نندم عليه. يا ابني لك شلون بتبيع البيت بهالبساطه؟ في قبر لحدا من جدودك بجنينة البيت وهو لحدا كتير مهم. روح رجع البيت بسرعه. يا سيد انتظر، لوين فايت اذا بتريدي بعد شوي بدي فوت هلا. خلص معليش روحي. طيب. مرحبا معلم، انا بطلت بيع البيت، فكرت بالموضوع وبطلت بيع. طيب قل لي ليش امبارح بعته؟ ليش غيرت رايك؟ صارت معي شغله وهي اللي خلتني بطل، وراح اقول لك بالمختصر. امبارح شفت بمنامي جدي وقال لي بالمنام انه في قبر موجود تحت هذا البيت ولا تبيعه لحدا ابدا، وصار يهددني بالمنام ويحكي معي وصار كتير شغلات. لهيك كشت نفسي من كل هالبيعه هي. عن جد انا اسف كتير، هاي كل المصاري. صحي ناقصيني شوي، بس بوعدك رجع لك ياهن بسرعة. بس التاجر بيربط من كلمته يا أستاذ، ما دخلني بمنام جدك. ما سمعتني؟ أنا بطلت بيع. بس مو على كيفك، نحن مالنا أولاد، صار البيت إلي، وهلأ إذا بدك يا تفعلي 200 ألف ليرة وخده. شو قلت؟
بدك تاخذ ضعف حق البيت؟ هي هي التجارة. شو هالتجارة هي؟ هي اسمها سرقة. لا بدك تطول بالك علينا، هذا الحكي ما بيصير وما بقبله. أنا رجل أعمال عم تفهم، وبدي مشي مصلحتي. إذا بدك تربح بهي الطريقة بتكون ساعتها واحد حقير. فهم علي منيح، أنا كل يوم بهد أكتر من 100 بيت، إذا ما بتعطيني المبلغ رح هدلك بيتك كمان. ما في عندي وقت ضيعه، أنا في عندي أعمال وما فيني وقفها. بعدين أنت بعتني بيتك بإرادتك مزبوط؟ لك أنا اسمي شوكت، وإذا بدك تعرف عني أكتر روح واسأل مين بكون. إذا بتريد لا تحرك إيدك، لازم تضل بهالوضع نص ساعة كمان. شكراً كتير. شو؟ لساتك عم تتوجع؟ مبارح حكيت مع أخي شاكر، قال لي وقت أنت تروح على القهوة رح يحطوك على طاولة البلياردو. بس أنت لا تخاف وقت تروح لهنيك، حاول تنزل لتحت الطاولة. شو عم تحكي زينب؟ اليوم تبرعت بالدم، أكيد هنن ما رح يضربوني على راسي وشي. ما بس يا حبيبي، إذا ما ضربوك على راسك رح يضربوك على جسمك. هنن ناطرينك على نار، يعني حبيبي حاول إنك تحمي حالك منهن، خايفة يعطبوك. خلص لا تخوفيني زينب، الإبرة عم توجعني. أنت على شو عم تطلعي؟ ألو، كيفك حبيبي؟ أهلين حبيبتي، الحمد لله، كيفك؟ أنا اشتقت لك كتير، إمتى جاي؟ طولت. حقك علي، بس في واحد من رفقاتي اليوم عامل حفلة توديع عزوبية ولازم ضل. توديع عزوبية؟ شوكت أنت شو عم تساوي عندك؟ لكي حبيبتي لا تخافي مني، أنا ما بيعبي عيني غيرك أنت، عرفتي؟ يلا بحكي بعدين معك. طيب أنا بفرجيك. حميت؟ ايه. يلا ارفع ايدك لفوق. يا زلمة بحياتك مو شايف ملاكمين؟ سكر ايديك هيك مثلي. انتبه، بلشنا بوكس على اليمين بوكس على اليسار. يا اخي انا تبرعت بالدم وهن ما رح يضربوني على راسي، انت بس اضربني على جسمي. لك شبك انت؟ بدك توقف قدام القهوة وتقول لهم اضربوني امانة؟ يا اخي انا بعرف حركات من الانترنت وفيني قلد الحية، بتصير ترقص قدام خصمة هيك وبس تحس انه صار يتلبك بتضربه ضربي على خوانيقه. وفي حركة النمر كمان، بتصير بتنفخ حالك مثل النمر وبتبلش تطالع أصوات، بيقوم بيخاف خصمك بتضربه ضربي على راسه وبتروحه. وفي عندك كمان حركة القرد، هي أحلى شيء، وبس تقرب بتضربه ومن قوة الضربة بيوقع وما بيتحرك. ولسه كمان في عندك حركة طير اللقلق، بتعمل هيك وبتضربه. خلاص التهريج، روح كل أكلة بشرف ورجع، المهم ما تضل واقف ساكت. ليك أنا شو اشتريت اليوم؟ اتفرج، جبت درع تحت التياب مشان ما أحس أبدا. طيب جربته أنت؟ لسه. يلا قو دوت لي الضربة. والله لحتى يطحبشوك بالقهوة. ضربني. يلا ضرب. قوي البوكس، أقوى أقوى، ركز بالضربة، ضرب مثل الزلم. صار لك شي أخي؟ لا ولا يهمك. بس بتعرف انه ضربتك قوية انت؟ عن جد عم تحكي؟ ايه؟ يلا خلينا نروح. شد حيلك ولا تخليهم يضربوك. طيب شو رأيك ما روح انا؟ خلاص لا بقى تقول هيك، بدي اياك تكون رجال، بعدين هذا الضرب بيخلي الواحد يصير اقوى. بدي يصير رجال. شباب شد حيلك بقى، انت رح تفوت وتاكل قتلة وتطلع، ليش مصعب الشغلة كل هالقد؟ ليك انتبه علي، لا تنسى شو قلت لك، ماشي؟ بتدافع بجسمك وبتخلي الحيط وراك وبتهجم عليه مثل الوحش، ماشي؟ وبس تمسكه بتبلش فيه بكوس على بطنه واضربه مثل ما علمتك. يلا فوت عليهم يا وحش، الله يرحمك. مرحبا يا رجال. اهلا وسهلا. حلت علينا البركة. مرحبا. اهلين شوكات، تفضل عود. وهي جبت لكم اياه، تفضلوا، اللحم لالكم والعظم لالنا. لك الف طلب مثل هالطلب هاد. امي ليك قلي
ليش انت شعرك هيك محروق يا ولد؟ عن جد روحك حلوة كتير. بتعرفوا قبل شوي هو يتبرع بالدم، مشان هيك شيلوا هالعصي هاي ولا تضربوه. ايه ماشي تأمر، ما تخاف بنوب. امي يا امي، لك شوفي شو صاير، تعي لهون وشوفي. يعني انتي مو شايفتيني انه عندي شغل؟ بتخبريني بعدين شو هالبنات. بس شوي تعالي وتفرجي، عم يروح عليك كتير شغلات، ان شاء الله ينفض منها. شو كيفك جاهز؟ لا تكون خايف، شبك سكتت؟ احكي، عم تفهم علي؟ انت مجنون شي؟ يا جماعة الظاهر انه هالشاب اللي هون ما بيعرف عاداتنا منيح، مو هيك؟ تحت الطاولة. طيب قلي اختي بوران ما خبرتك شو لازم تعمل؟ لك سامي ليه ما عم تنزل تحت الطاولة؟ يا الله ليش واقف مثل الأجدب وما عم تعمل مثل ما قلت لك؟ ما عاد اتحمل معلم، بكفي. يعني لو انه حمار كان فهم بعد كل هالتأشير. انت أجدب شي؟ في شي بعقلك؟ شبك رد علي العمى. يلا نزلوا تحت الطاولة، يلا امشي، يلا بسحبوا بعيونك شو لازم تفهمه. يا سامي انا شو فهمتك؟ ما قلت لك انك لازم تنزل من الأول؟ يلا اضربوه، يلا وين بدك؟ يلا اضربوه يا رجال، كسروه، ما بدي شي عظمه على عظمه. صحيح هالمكان اجار شي؟ معقول ندفع اجره هيك مكان؟ شو عم تحكي؟ هذا ملك. حلو ما شاء الله. اضربوه. ولك ليش ما عم تهرب منه؟ بعرف لانه رجليك قصار مثل القزم. اضربه اضربه. يلا امي وينك؟ يلا تعالي. يا شباب هي اخر دقيقه، ها يلا اضربوه بكل قوتكم. يلا حبيبي استحمل سامي. اولك دخيل كوش اول مره ما لها حل. اضربه. خلصت خلاص يا جماعة، خلاص اتركوه، بكفي. يا أمي وافق أبي على زواجي من سامي. يا الله أنا رح ترد الفرح، ماني عم صدق. طيب بس بقى يا بنتي هدلي شوي، عم شو صار لك؟ هاشتك بقى ولو ماني عم صدق إنه خلصت هالشغلة على خير. بكفي بقى عن جد خلاص. لك شو هالحب هاد؟ بالله مجنونة. مبروك حبيبتي، ألف مبروك، فرحتي. ألف مبروك يا عريس. صحيح أنك بعد كل هاد ما قدرت تكسر رقمي القياسي، بس والله أنك طلعت قبضاي وعجبتني كمان. زعفوله، يلا زعفوله كمان. أوه أوه. يلا كمان خلص حاج وكفي. اسمعوني، كل قهوة الزباين بهذا اليوم على حسابي أنا. شوكات أنت غيرت لي حياتي. صحيح أنا خسرت أخ، بس الحمد لله انه قدرت لاقي اخ تاني بداله مثلك انت يا شوكات. والله قطعت لي قلبي. يلا تعا تعا نشرب كاسة شاي، امشي. يعني بصراحة هلا هي هي عاداتنا يا اخي. نحنا منحضر البيت وعيلتكم بتتكفل بالعرس. أنا هلا رح أشتري لهدول اثنين بيت ملك مفروش من جميعه كمان، وكل الباقي إنكن تساووا لنا عرس حلو يكون كبير ويليق بعيلتنا. بدي هالعرس يكون كبير والمعازيم يكونوا كتار والعالم كلهم يتذكروا، بدي أنقرة كلياتها تحكي عنه. إيه بس اسمعوني، العرس كله عندي انا، انا رح اتكفل بكل شيء ورح خلي هالعرس يصير عرسين، عرسون وعرسي انا، شو رايكم؟ ايه حلو كتير وانا موافق. رح يكون عرسي مع عرس هيلين، ماني مصدقة. شباب روح شيلها بسرعة. افتحوا ما صار شيء. انا اشتقت لك، تعي لعندي. ليش لحتى اجي على أنقرة؟ وانت ليش لساتك هنيك؟ شو حفلة توديع هالعزوبية يلي لسه ما خلصت لهلا؟ ايه ليكي، اصلا بحفلة توديع العزوبية هاي بياخدوا العريس لجوا وبيطعموه قتلة. وبعدين وعدته انه رح احضر العرس،
خلاص تعي ما بنبسط بلاك. شوكات شو هالعرس هاد؟ على أساس نتزوج أصلاً لسه في كتير شغلات قدامنا. مبلا صح، بس أنا عاملك مفاجأة حلوة، يلا مشاني. ماشي رح إجي. حلو، لكن تعرفي شو؟ جيبي فستان العرس. ما ليش بقى؟ هو لأنه العروس وضع أهل المادي مو كتير منيح، وبعدين قياسة على قياسك تقريباً، مشان هيك اعملي معروف معه. وأنا متأكد بس تعرفيها رح تندمي إذا ما جبتي. إيه ماشي. قلك شغلة، بحبك كتير. وأنا كمان بحبك يا عمري. أي شو هاد يا عمي، أيامك خراس. وليش ما خبرتها شو بدك بالفستان؟ معقول إلا على التليفون؟ خلاص بخبرها بس تجي لهون. شو مشان البيت؟ شفت المتعهد؟ ايه شفته، يعني في شوية مشاكل ولازم نحلها. تفضل. شو عم تعمل هاي المرة؟ مثل مو شايف. ايوة. هذا مو عاصم المجنون؟ كان عاصم المجنون وهلأ عقل، كل الناس هون بيتمنوا يرضى عليهم. عن جد؟ كان في مرة هون سيارة شحن عم تفضي رمل بالحارة، دقرت من ورا بكابل كهربا، عاصم ضل طول الوقت عم يصرخ ويعيط عليهم والشوفير ما انتبه عليه. وقت كان عاصم عم يأشر لهم عصب الشوفير منه كتير وحمل عصاية وصار يلحقوا فيها مشان يضربه ويكسر له راسه. معقول؟ ايه؟ كنا نتمسخر عليه بالأول ونقول إنه عاصم ساحر واللي بيرفع إيده عليه رح يحترق ويصير مثل الفحم، وانتشر الخبر بين الضياع من كياش ومن هيمانة. ويالا إجا نسوان كتير من هالمناطق وإجا كتير عوانس، جابوا أكل معهم لحتى يرضوا وربطوا قطع القماش وشعلوا الشمع كمان، يعني مثل ما شايف هلأ. عرفت علي كيف؟ يلي كان عاصم المجنون هلأ صار مبروك الضياع. لولي عم يتحرش بالنسوان شي؟ اه ما بعرف. طلع روح اتأكد بنفسك. رايح عارف. ولك عاصم تعال هون لشوف. شوكات؟ لا مو هو، لكن بلا هاد شوكات. اهلين وسهلين يا اخي، طمني عنك، اشتقت لك انا. شبك خلص شوكات؟ بلش. لك شو عم تعمل يا زلمة، عيب عليك، والله ما بيصير نرقص بالشارع. بس يا رجل خلاص يلا عيب، نحن بالطريق. يلا عاصم يلا رقص رقص. تعالوا يلا خلاص يا جماعة. أيوة. عيب هيك، شو عم تعملوا؟ فضحنا يا زلمة. يلا يا عمي عاصم. لك خلص حملكم. يلا يا شباب يلا كلياتنا سوا. أيوة عاصم يلا عاصم. أيوة يلا يلا يلا. أيوة 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 عطية روح. يلا أكتر. حيو عاصم. أيوة. الله حيو عاصم. أحلى شباب. أيوة. أيوة. حيو عاصم. حلو عاصم. حلو. يلا يسامحك على العملة يا أخي. اسمعني منيح، روح من هون. يلا روح، أنا ما بدي أشوفك أبداً. ماني رايح من هون زينب، يلا انزلي هلأ بدي أحكي معك. إذا ما نزلتي طالع ها. خلاص حل عني بقى. يلعنك. الله ياخدك. يلا عصير. حاجة حاجة بكفي عدو. يعطيكم العافية. تفضل. أهلين والله يا عاصم، شو عامل بحالك انت؟ قال مجنن كل البنات. تعرف شو؟ شو؟ أنا بس بعمل هيك والبنات بيجوا لحالهم. ايه في كهربا بيناتكم. لعمة شو محتال؟ محتال كبير. ألو ألو سيد شوكات، أنا زينب،
انت اعطيتني كرتك وقلت لي اتصل فيك اذا صار معي مشكله. تذكرتني؟ ايه تذكرتك. شوفي بالحقيقه كنت بدي اتصل فيك لحتى اتشكرك، بس انا هلا واقعه بمشكله. شو صاير؟ هداك الشاب ليكو ناطرني تحت البيت، صار لي يومين عم بيراقبني من تحت، بده يخلص علي. باي منطقه انت ساكنه؟ ساكنه بحي جازي. طيب بعتيلي عنوانك بالتفصيل برسالة، وبدي منك انه تروقي شوي وقوعك افتحي له الباب، عم تفهمي؟ سايري لحتى نكسب الوقت، انا ما بطول. تمام ناطرتك. بدنا نروح نربي واحد دافي. يلا لعيونك. روح دير بالك على القهوة. كل يجي معي اصلا، كل الشغلة ما لها مستاهلة انه تروحوا كلكم. يلا اللي فاضي يجي معي. يلا شباب يلا دير بالك على القهوة راجعين. قلت لك انا بحبك، انزلي لازم احكي معك شوي. لا تخليني اطلع كسر الباب. سمعني قلت لك ما بقدر انزل، بعدين انا هلا متوتره كتير. قلي اللي بدك اياه على التليفون. ايه انت ظاهر صار بدك تكسير راس، راح قلت لك. جابوا هات. واقف واقف واقف، نزل نزل نزل. تذكرتني؟ ايه طبعا ذكرتك. انا شو حذرتك؟ ما قرب على زينب ابدا. ليش مالك حاطط حزام الامان؟ يلا حطه بسرعه لشوف. ايه يلا ايه بسرعه، عود محلك ولا تتحرك. نحن اجينا لحتى نعالجك، مستعد للعلاج؟ ايه انا مستعد. ايه يلا شباب اقلبوا لي هالسياره لشوف. يلا يا شباب شفت كيف؟ ايه معلم شفت. حزام الامان كتير مفيد. ايه مزبوط معك حق. ايه خليك هيك بالمقلوب. ولك انا ما قلت لك لبقى تقرب عليها؟ رح فرجيك كيف بيكون العقاب الحقيقي تبعي. ريحوا شباب. ايه تفضلوا يلا ارتاح. شكله ترقبتوا. ايه مزبوط. خلص طمني اختي كل شي صار تمام. والله ما بعرف كيف بدي كافيك، انا اسفه لاني عذبتك معي. بالعكس اصلا هذا الشي واجب علي، لا تتشكريني. كيف صرتي ان شاء الله احسن؟ الحمد لله صرت احسن بشوفتي لألكن. تفضلوا فوتوا لجوا. لا ما منقدر، في عنا شغل، انا بس حبيت امرق سلم عليكي مو اكتر. اختي تفضلي هذا كرتي، وعليه كمان رقم القهوة، موجودين هنيك عطول، امتى ما بدك احكي. نحن بيمرق عراسنا مثل هاي الشغلات كتير. محسوبك اسمه شاكر وكل الناس بالمنطقة تعرفني اني كتير قوي. يا انسي بس يصير معك مشكلة دقي تليفون بسرعة بخلق قدامك. غمرتوني بلطفكن، شكرا كتير لكم. اهلا وسهلا فيكي، اصلا هذا واجبنا وبيشرفنا. كتير منيح. طيب نحن هلأ بدنا نضل هون قاعدين بالشارع شوي، انت لا تخافي وخليكي مرتاحة. ايه نحن موجودين هون وهذا الكلب انا بربي. يلا بالاذن منك. الله بالاذن. يا شباب مشان الله خلص ما عاد عيدها. قوم احمل الصواني عن النسوان. قوم. اوه يسلموا. شكرا. يسلموا ايديك يا رب. شكرا لكم. سلم ايديكم. يلا هيك من ايدي. شكرا كثير. يسلموا ايديكم. شكرا معلم وانا جوعان. تعرفوا يا شباب هالفطايرات كتير طيبين، أطيب من اللي بيعملوهم بالمحلات. ايه مزبوط حشوتهم طيبة. وشغلة تانية هن قالين الحشوة لحالة لهيك طيبين، وبعدين دهنين صينية الفرن بالزبدة. شغل البيت غير شكل. ايه معك حق. مشان الله معلم بدي اشرب، عطشت. لك حاجة تنق؟ مو شايفنا عم نشرب كازوز وناكل فطاير؟ ولا يا حزرك كم أنينة كازوز بإيدي؟ خلاص وحدة بس. عمل لك هالزلمة. وهدول كم وحدة شايفون؟ يا زلمة شو صار لك؟ معقول بطلت تعرف تعد؟ اللي عجبك هالعلاج؟ ممتاز كتير يا معلم. تعرف شغله؟ صار له وشك حلو. ليك ولا اسمعني منيح، إذا بشوفك هون يا ويلك، عم تفهم؟ إيه ماشي تمام فهمت. إذا بتتعرض له مرة تانية لا تلوم غير حالك، فهمت؟ رح خلص عليك وقتها، عم تفهم؟ استرجي إزيها. يلا حاجته. يلا يا رب. يلا شباب
حبيبتي هيلين، بتعرفي اني اشتقت لك؟ كثير اشتقت لك. وانا اشتقت لك كمان. بس انا اكثر. على فكرة كنت طول اليوم عم فكر فيك. شوكات. يا روح شوكات. شوكات ليش جبتني على أنقرة؟ قلت لي انك رح ترجع بسرعة. هيلين، هلا انت جبتي معك جاكيت؟ لأنه هون بالليل عم يصير برد كثير. ايه جبت. ايه منيح. لمين العرس؟ صحيح، انت جوعانة؟ اكلت بالطيارة. صحتين. وهنا إذا جاتي هون في مطاعم بتعمل شاورما كتير طيبة إذا بدك. صحيح، قلت لي إنه في مفاجأة. شو هي؟ اسمها مفاجأة، يعني إذا قلت لك ساعتها بتبطل اسمها مفاجأة. طيب ليش؟ لأنها مفاجأة. خلص حبيبتي لا تشغلي بالك بهالشغلة هي، بس يجي الوقت بقلك. جبتي فستان العرس؟ أنت جبته؟ إيه صحيح، نسيت، جبناه معنا. مزبوط. بس رح يطلع قياس البنت؟ إيه بيطلع، أكيد رح يطلع على ياسة. أصلاً إذا منشير راسك بيصير طولة بطولك، يعني رح يكون الفستان مناسب ولا يهمك. حبيبتي ليكي هذا البيت تبع عيلتي، عشت أحلى أيام حياتي بهالبيت. حلو كتير. إيه صح، هذا البيت مليان ذكريات، قضيت طفولتي هون. كنا نستعمل هالباب طريق سري. إن شاء الله ما حدا يهده، مو هيك؟ حكياتك كتير حلوين، ما رح ينهد. خلص أنا غيرت رأيي. شفت جدي بالمنام وقال لي في قبر بقلب الجنينة، وقال لي لا تبيعه. قبر مين؟ خلص بعدين بالليك. قال لي كمان إذا أنا بعت البيت رح يجي ويعاقبني. أنت عم تمزح؟ لا. تعرفي شو؟ هذا المنام اللي خلاني بطل بيع البيت، عرفتي؟ استنيني شوي، راجع. نحن اجينا لنشوف البيت، انتو ساكنين هون؟ ايه ساكنين هون، بس ما رح يكون في هدم، هاد بيتي. هذا بيكون بيت المعلم عياش، فهمت؟ هو بعتني مشان شوفه للبيت. اسمعني، انا حكيت معه قبل شوي وما رح يكون في هدم، وحتى اذا هو كان مصر فهذا الشيء ما رح يصير الا عجزتي. انا رح هدك اذا اضطريت. نزل ايدك. شوكات حبيبي اهدى شوي. ما يهمك، خليكي على جنب، ارتاحي. انا لعم هو مالي فاضيلك. شباب قلت لك نزل ايدك، شو ما بتفهم انت؟ يلا يا شباب، يلا 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 شباب بسرعه. شوكات في شيء؟ شنو يا شباب؟ يلا لازمك شيء شوكات؟ اهلين بالشباب. صدقني رح تندم كثير. خلونا نروح. استنى، خبر معلمك اللي بده اياه ما رح يصير، يعني هذا البيت ما رح ينهد بنوب، فهمت؟ لا ما فهمت. لك اذا بترجع مرة تانية انا رح اذبحك وزدتك للكلاب. استوعبت؟ استوعبت. برافو. ايه لا تفرجيني خلقتك، لك تاني مرة جيب معك رجال. شي حلو، شوية زهران بدهم يخوفونا، ما بتعرفوا مين نحنا. شكرا يا شباب. العفو شوكات، روحوا على القهوة أنا شوي وبالحق. يلا بخاطرة. صار لك شي؟ شوكات شو هاد؟ موتني من الرعبة. عن جد؟ لا تخافي، هاي مزحة صغيرة. لك صحيح هيلين، نسيت عرفك على رفقاتي. مرحبا أختي. أهلين أخي. مرحبا أختي. أهلين. أهلين. امشوا نشرب لنا شغلة بالقهوة، حاكم بتكون تعبت من هالنطة. هاي بتتمسخر علي. عم بمزح. معقول تعبت من النطة؟ ما بدك تعلمني على هالنطة تبعك؟ بس ما تكون صعبة. تفضلي هيلين، انت مسافرة وتعبانة كتير، لازم تاكلي. شكرا حبيبتي، عزبتي حالك. ايه ان شاء الله يعجبك. اكيد هالشي، بعدين هي جاية من السفر، يعني شي طبيعي انه تكون جوعانة وتعبانة، بالاخير كل هذا الاكل رايح. انا أحياناً بخبص شوي وما هت بعرف شو بحكي. أنا ختيرت لا تاخدي على كلامي بنتي. يلا حبيبتي ليش صافني، بلشي بالأكل.
والله بيضتوها اليوم، كيف قدرتوا تجوا بهالسرعة هي؟ صحيح؟ قل لي يا مراد، ليش جبت القزمة معك؟ شو كنت ناوي تبلينا بشي وحدة منه؟ شو كان لازم أعمل يعني؟ لازم جيب فرشاة أسنان؟ خلاص بقى، شو هالحكي الفاضي؟ عكل إن إحنا لازم نحكي مع المتعهد هلأ دغري مشان ما يحتال علينا مرة تانية. خليني حاكي شوكات، أنا متأكد إنك رح تتخانق معه وتصعبه. خلص أنا بحاكي بهدوء، لا تأكل هم. بهدوء لكن خلي الزلمة يجرب حظه. يجرب حظه؟ إيه؟ لك مو حاسين إنكم مغدورين بحالكم كتير؟ خلص اترك لي هالشغلة، أنا بعرف هالرجال منيح وبعرف بيته ورح حل المشكلة. عاش كذب. بحلف لك إني بعرفه، كان يشتغل على الحفارة ومن بعدها صار غني، بس هالشي أبدا ما بيخليني إنه غير رأيي فيه. رح حللكن هالمشكلة بوعدكن. شو شبعتي؟ إيش شبعتي؟ اسلموا إيديك. يلا شيل الأكل. إيه شو؟ وإمتى العرس؟ كيف ما بتعرفي؟ مو أنت العروس؟ إيه بلا مزبوط، بس لسه مطول. كيف مطول؟ شوكت قال إنه العرسين رح يكونوا سوا. ما فهمت. ايه طبعا، هو كان عم يحكي عنه، قال انه رح نتسلى كتير ونرقص كمان. لا هو هيك قال؟ لك ليش طلب منك انك تجي؟ صحيح العرسين بنفس الوقت، بس الدخلك الواحد لحاله. لا تضحكي وليه. اسمعني منيح، حفلة عيد ميلاد أو ذكرى زواج، لك يكون عيد الحب أو شو ما كان، توقعت هيك مفاجأة منك، بس لا تنسى هذا عرسنا يا شوكات. أي أنا كنت بدي خبرك بالحارة، بس شفتي لك كان في خناقة وكانت الدنيا خربانة، بعدين أنت ليش كل هالقد معصبة؟ كنت على ليلي خد رأيي، معقول تقرر من حالك؟ يعني طبيعي إني عصب؟ انت ما بيصير انك تاخد هيك قرارات بدون ما تقلي. قلتلك حبيبتي انا حكيت هيك فجأة وبدون تفكير، يعني بسرعة وعدتن، بعدين انا حاسس حيكون حلو كتير. نحن من الاول ما كان بدنا عرس، كان عقد محكمة بكفي، مو هيك اتفقنا؟ عن جد انك غريب، اصلا بالوقت اللي رح ننشهر فيه عملت عرس تاني وعرسي معهم كمان، وفوق كل هذا الشي في معازيم كتار. لك أنا ما عاد بدي، غيرت رأيي شوكات. استني استني، لا تقرري بسرعة، بترجاكي ارجعي فكري. انت كمان تسرعت وقررت. بلا مزبوط، صحيح معك حق، أنا آسف، ما كنت متوقع أبدا أنك ما توافقي. قلت لحالي العرسين شغلة حلوة، بس ما بدي احتفالات يا شوكات أبدا، رح نوقع عقد الزواج وبس. هلأ عم تفهم علي؟ رح نام بالأوتيل اليوم، يعني مو حلوة روح لعندهم زيارة وأنا بهيك حالة، مو؟ أي فهمت، وهي إهانة لأخي عدنان، لأني وعدتهم مبارح، يعني رح تكون إهانة إلهم إذا ما رحنا، لهيك خلينا نروح اليوم، وإذا بدك بكرة بتروحي على الأوتيل، يا أما رجعي على اسطنبول، شو؟ بس لأني وعدتهم. قولي لي يا بنتي، كأنه في شي صاير معي. لا لا ما في شي أبدا. اسمعي يا بنتي، هاي الحياة رحلة، الأملاك مو هي الأساس أبدا، الناس المهمين. أنت عم تمشي بهالرحلة مع ناس بتحبيهم كتير. قديش محظوظة لك في بحارتنا شغلة. شو كان اسمها يا مرا؟ يمكن المسكينة جاية من السفر وتعبانة كتير. ما في داعي لهالأحاديث هلأ. مزبوط، تعي معي حتى فرجيكي وين رح تنامي. ايه ليكي من هون المطبخ والحمام. يعني إذا لزمك أي شي بنص الليل عيطيلي وأنا بجي لعندك. ماشي شكراً كتير. يو 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 وين رايح؟ أنا ما حذر كنت... رجع خلص خليك هون. تصبحوا على خير. تصبح على خير. الله معك. استنى Ah.
شوكات؟ شو عم تساوي هون؟ ولا شي، بس كنت مالل، ما قدرت نام أبدا. قلت لحالي بيجي وبشوفك. ايه، إذا الواحد منا حب وحدة رح يخبرها بحبه وما رح يخبي عنا، هيك هي العادات هون. شوكات، هيك كتير بحبك. بعرف إنك ما إجيت لحتى تقول هيك، كل جيتك لهون مشان تقنعني بالعرس، مو هيك؟ لك أنا قلت لك لا، ليش مصر بعد كل هذا؟ خلينا نشعلها. كمان هيك العادات؟ لا عادات ولا أي شيء، كل هذا عملته لحتى أقنعك. صدقتي هلأ؟ يعني بصغري دائما كنت أحلم فيك وانتظرت كل هالوقت لأعترف لك. كل هالوقت؟ تعذبت كتير لحتى لقيتك. أنا عن جد بحبك كتير هيلين، وهذا الشي صدقيني بيسعدني. وأنا كمان عن جد كتير بحبك شوكات. أخوه لسامي وقع من على البلكون من زمان، وقتها كان عمره 7 سنين، وكانت عن جد كارثة كبيرة لأنه عائلتهم صار فيها شوية جنان من وراء هالشغلة. هدول الناس كتير طيبين، وسامي لهلا بعامله كأنه ولد صغير، وحتى هو بيعتبرني مثل أخوه. تمام يا شوكات، بس هلأ ضروري نتزوج سوا، يعني منحضر عرسهم ومنرجع على اسطنبول. ايه بس اذا عملنا عرسنا هن رح يحسوا انه اخوه عم يتزوج معه، وسامي بيحس انه اخوه واقف معه بهاللحظة الحلوة هي. انت شو رأيك؟ بس نحن رح نكون معهم بكل الاحوال، يعني ضروري انه نعمل عرسنا معهم. ايه. وليش؟ لاني وعدتهم. ايه ايه، وكمان وعدت انك تبيع بيت جدك، بس غيرت رأيك، ما فيك تغير رأيك بالعرس كمان؟ مستحيل. شوكت شو اللي عم تعمله؟ بكفي شوكت، لا تسحلي ايدي، فكري بالموضوع، بترجاك بلاحة. لا تسحلي، قلت لك فكري. موافقة، خلاص شيلة. بتشكرك. تعي عطيني بوسة. ما بدنا نشمس بالحارة. لحظة شوي، لازم تفهمي، بدك تعرفي أنا رح أتجوز هيلين وأنت مع سامي، وهو بحبك كتير، أنت أهم شي بحياته. هلك شو عم تحكي أخي شوكان؟ أنا رح تير من الفرح بحياتي كلها، ما حسيت هيك. وأنا كمان فرحان. شو لازم نعمل هلا؟ سيلفي. يلا يلا هيلين. لحظة، أحسن شي أقعد هون. لا تنسي طالعي لي النافورة ورايها، لا تنسي النافورة. طلعوا. هيلين انت طالعه مثل الاميره. حبيبي شوف كيف طلعت. ايه مزبوط، حلوه كتير. صحيح شوكات، انت كبرت بالقلعه ما معناتها بتعرفوا لكوكو؟ ما هيك بعرفه كتير. ايه؟ بس هات لشوف اللي انت منين بتعرفه. كوكو هلا فاتح نادي كبير، هديك السنه قضينا العيد هنيك وتسلينا كتير. عن جد كوكو زلمه بجنن. استنى شوي لشوف رقمه وين. خطرت على بالي فكره كتير حلوه. اسمعوني، شو رأيكم كلياتنا نروح لعنده ونقعد كم يوم؟ وهل كم يوم بيكونوا شهر العسل؟ لا أبداً، مستحيل، ماله منيح. ليكو العرس سوا بشهر العسل، كل واحد لحاله. اتفضل أخي شوكات، يلا احكي معه أنت. يلا ألو سامي. كوكو معك شوكات، شو أخبارك؟ شوكات أهلين يا رفيقي، لك وين غاطت؟ عن جد انبسط إني سمعت صوتك. كوكو ليك أنا عن قريب رح أتزوجها لزينب، ورح يكون عرسي وعرس شوكات مع بعضنا. عم تحكي جد؟ إمتى العرس؟ خلص لك. لا لا ليك، أنت شخص مشغول وعندك كتير أعمال.
كوكو اطلع، انا ناطرك على اكيد. ها رح اتصل فيك وخبرك بكل شي بيصير. ايه يلا سكر سكر، انا رح سكر. ارجوك فكر منيح مشان شهر العسل. ما فينا، بدنا نروح على فيلا عمي. أعطيني كازوزة. يسلمون. استنى 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 استنى. بس خليها على حسابك هالمرة شبك، لك بس مرة واحدة، العمة ما بتشبع. خود يلا. لك معقول ما تعلمت شي من أخوك؟ يلا العاب منيح مثلي. شوت شوكات تعال. شو بدك؟ شوف شو جبت لك هلا. خود. شو ها؟ هدية العرس؟ لا، فتت على بيت المتعهد مبارح واخدته من اصبعته وهو نايم. ما حس علي بنوب. تفو عليك يا حقير يا واطي، هاي هي طريقتك يلي حكيت عنها؟ بتفوت على غرف الناس معقول انت؟ كنت بدي اعمل له فركة ايدها. لك انت ما بتفكر ابدا يا زلمة؟ خلص يلا روق اتفضل. سامة سامة في ايه؟ مين عامل فينا هيك؟ روح شوف شو صاير بوشك بالمراية. العمى معقول؟ اكيد في حدا فات على البيت لعنا. انا بقدر فوت لعندك وباخد خاتمك من اصبعك وبمشي بسرعة بدون ما خلي حدا يحس. عياش شو هاد كله؟ الحقير الواطي. وينك؟ لك شو صار بالشاي؟ تفضل وهي عم يدق. ألو؟ اسمع منيح شوكت، أنا ماني ولد، رح إجي وحاسبك لأنك فتت على غرفة نومي. أهدى واسمع، ما بيصير تتهمني بشغلات مالي علاقة فيها، روق لنتفاهم. أنت ما بتعرفني شوكت، انت ما بتعرفني بنوب، انا ايدي طايلة، رح خليك تندم على كل شيء. انتبه شو عم تحكي، انت بدك قص لسان، عم تفهم؟ انا لساتني محترمك، المرة الجاية رح ورجيك شو هي قيمتك. عجبك شو سويت؟ كان لازم تحكي معه برواء، بس انت فوق كل هاد رحت وخربت كل شيء. لك شو سويت؟ بس اخذت محبسه وحطت له مكياج وصدرية. ولك كل هذا الشيء ومعاجبة؟ انت هيك بهدلته قدام مرته يا زلمة. ورسمت له شوارب كمان، هيك ما فيها تتمسخر عليه. يعني هلأ عملت مني؟ لك برافو عليك، والله انك فرحتني كتير بهذا الشيء اللي عملته، عن جد حلال عليك. يا وش يا وش سهر يا ليبي تريقان الديوان بي تهليبي يا وش وش سهر سهر يا ليبي تريق كان الديوان بي تليبي بابا بابا اشتغلت قط بني قط غمر قط بني سهر يسار قبل غزر أوه. أيوة حلو. شو رأيك؟ كوكو انبسطنا كتير إنك إجيت. وأنا كمان كتير اشتقت لكم. يا زلمة أنت رحت وما عادت رجعت أبدا. تعرفوا شباب، صار لي 12 سنة عم دير هالنادي بس ما شفت أبدا هيك جو. يلا بصحتكم شباب. صحتكم. ليك شراب على مهلك لأنه بعد شوي بتدوخ. تا
بتعرفوا شو؟ سامي بالصيفية الماضية إجا لهون، خلطوا الشباب أكثر من نوع مشروب وبلش يشرب لحتى داخو فكرني إنه أنا بنت. إيه هو وقتها كان صبغ شعراته أشعر وأنا ما عرفته. وهلأ خلونا نرحب بالسيد شوكت والسيد سامي. يا زلمة هلأ وقت الدعاية. اسمعوني، عملوا حالكم مو سمعانين بنوب. لك خلص اسمكم مكتوب، مو حلوة، قوموا رقصوا شوي وعدوا، عرفت علي؟ قوموا يلا يلا. تقوم ترقص؟ ايه ليش لا؟ يلا لك نمشي. يلا يا شباب يلا. الحمد لله كانت حفلة الحنة كتير حلوة، أكلنا وشربنا ورقصنا وضحكنا وتسلينا لحلكنا. الله يسعدكم ويهنيكم. ضل في شي ناكله؟ حاسة بشوي الجوع. أصلاً أنا بضل جوعانة طول الوقت. اهتموا بزواجكم منيح يا بنات، بدي تحشون وتطعمون كتير منيحة. طعمون جوز وبندق ولوز وموز وعنب كمان. ليش يعني؟ وعسل، لازم تطعمون كتير منيح ليكونوا قوايا مثل الحصان. ايه قولي على حظي يا خالتي. يا حرام حبيبي سامي قديش اكل قتل. بدكن الصراحة ماني متأملة فيه اصلا بليلة العرس. يا بنات اسمعوا، انتو لازم تحركوا حالكن منيح بليلة العرس. بالاول بتصيري تتدللي وتتدلعي على جوزك، وبعدين بتعملي حالك دايخة وراسك عم يوجعك. لا تندلي عليها، يعني خليكي متقلي حالك، وقد ما فيكي حاولي انه تتدللي عليه وتتدلعي. اسمعي انت كمان، لانه هالشغلات ضرورية كتير، ضروري تعرفوا كيف تديروا الرجال، وبس تتحكموا فيه رح تقدروا تتحكموا بكل البيت وقتها، وبيصير كل شيء تحت تصرفكم. بصراحة خالي هاي الشغلات ما بتهمني انا وشوكة ابدا. لا تحكي بشي ما بتفهمي فيه. عاملة حالك بتفهمي بكل شيء؟ اول ليلة كتير مهمة يا بنت، ما بصير تحكي هيك. بعدين أنا رح نظف لكم غرفتكم ورح زبط لكم إياها على الأخير. ما في داعي، لأنه أنا وشوكة رح ننزل بالأوتيل. لك شو عم تحكي أنتي؟ قالت بالأوتيل. لك أنتي صار لمخك شي؟ كيف بتوافقي على هالشي؟ هي أول ليلة وكتير مهمة، ما لازم تكون وين ما كان. لك ما بيصير هالشي، هاد شي غلط كبير. خلص ولا يهمك، أنا رح حضر لك غرفة حلوة كتير كتير. هالتجربة ما رح تعيشيها إلا مرة بحياتك، يعني إن شاء الله بتتهنوا مع بعض أنتي وجوزك. ليكي بنتي، قد ما فيكي حافظي على جوزك واهتمي فيه كتير منيح. الله يهنيكم إن شاء الله. حاسة حالي شوبت كتير، شو هالشوبات؟ أخشى ما جلديم.
شك حجيدة تحشي يقدر شك صوتنا ما بيجي بشك حجيدة تحشي يقدر شك. يا سلام يا سلام، هذا أحلى عرس عم أحضره أنا بحياتي كلها. أنا كتير مبسوط أخي عبدو. وأنا كمان. وهلأ أعزائي الحضور، خلونا نبارك للعرسان. أول شيء رح أبدأ بالعروس اللي جنبي. شو اسمك بنتي؟ على عريشة. على عريشة. ولك ليش عم تضحكوا؟ ما في أي شيء بضحك. تلبكت شوي البنت بتصير. وقفوا وقفوا لا تعملوا شيء، بس دقيقة استنوا ليكوا انتبهوا علي، أنا حامل. إيش نعمل لك؟ وسامي بيكون أبو الولد. شو عم تحكي؟ معقول حكي صحيح؟ لك الله يلعنك يا واطي. والله لحتى كسر لك راسك يا كلب. روح شوي بدي طلع لك عيونك من جرنا. طول بالك يا معلم. انا افرجيك. لا يا معلم عادي. شو معلم؟ روحوا شوي. قلت وقفوا اهدوا خلونا نفهم شو هي القصة. ما بيصير هيك اخي. انت بتعرف هي المرة؟ وحياة الله هي اول مرة بشوفها فيها. عم تكذب كمان؟ طيب ماشي شوفوا هدول الصور. لعمة شو هي الصورة؟ مبينة تطبيق جاية تتخليني. الله يلعنك يا حقير. لعمة طول معلم طول بالك طول بالك. لك بعدولي قلت لي اول مرة تفرج. والله يا اخي ما بعرف اعمل لك، اكيد هدول الصور تطبيق. لا تكذب، كوكو معك بقلب الصورة. كوكو كان هنيك. كوكو كوكو وينك انت؟ ليكو تحت الطاولة. جيب لي اياه بسرعة لهون. امشي. لا هاي الصورة مزبوطة؟ ايه مزبوطة، هنن اجوا لعندي على النادي والصبح طلعوا سوا مع بعض. لك يا اخي انا كنت طول الوقت معكم، يعني من وين بدي اجيب هذا الولد؟ نحن بنعرف كيف ناخد حقنا بايدنا. افتحوا الطريق، المرة عم تنزل بسرعة. المرة بدها تولد. تعالي تعالي انتي ساعديني. تحملي شوي، تحملي تحملي. روقي هدي حالك، بترجاكي. حضر الطاولة. يلا افطع لبرا. يلا برا ريتولك. يلا اطلع لبرا بسرعة انت. يلا املك اطلع لبرا. المرة ما بتسيب هذا قدامك. سطحوها. يلا لا يا اختي هيك غلط. بعدين هي شغلتي انا، لازم تخليها ترتكي على الحيط، هيك بكون الوجع اقل وبينزل الولد بسرعة. شو انت مشغولة يعني؟ هيك تمام. يلا انت ليش تاخرتي بسرعه؟ اعطيني الشراشه. يلا اصبري بنت اصبري اصبري. طيب يلا بدنا نغطي الولد. شبك انت هلا وقت هالسؤال؟ ولا نولدها بالاول؟ خلينا نامن على ولادتها بالاول. اسمعوا لك بدي اطلع بروحك قدام كل هدول الناس، عم تفهمني؟ بس لو ما كانت هي المره حامل، الولد هو اللي رح يشفع لك. ادعي لربك انه يجي هذا الولد بخير ولك. فهمت؟ امين امين يا رب. وإن شاء الله هذا الولد بيطلع منيح وما بيشبه أبوه بأي شيء. آمين. إن شاء الله بيكون كمان مستقبله أحسن من مستقبل أبوه يلي رح أقتله هلا. آمين. يلا يا شباب. رح سوق الجرافة، اركبوا السيارة والحقوني بسرعة. أمرك معلم. وهلا رح ترقص بعرسك منيح يا شوكت، رح خليك تدفع ثمن اللي عملته فيني. واحد اي شرسه على بالي. قلت لك مجنون؟ ما بعرف منين طلعت هالشغله هي. برافو شوكات برافو، هذا تاني عرس بتخربه. بس حبيبتي بابا انا بدي اروح. خلينا نروح اذا بتريد. لا يا بنتي لازم تضلي جنب شوكات، هلا ما بصير تتركيه بهالوضع، ضلي معه. يلا بنتي يلا. بتعرفوا منيح ما طلع ابن شوكات. عبدو انت خليك ساكت. يلا بنتي هلا طولي بالك يا بنتي. يلا 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 رح نخلص. شو شيدي يلا 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 يا بنتي يلا 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 شوي ثانيه بس تحملي شوي. يلا حبيبتي. شوكت شوكت المره ولدت. تعال انت شوفوا تعال. اسمع شو بدي اقول لك. طلع الولد لونه اسود 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 اسود. معقول شلون هيك؟
ما شاء الله شو حلو. ايه تعالوا هون، تعالوا هون، تعالوا هذا انت ما معقول هذا الحكي؟ تعال شو اضربوه خلص شباب اضربوه يلا. الزلمه يشوف ابنه بكفي. شوفوا بابا فعلا ما بيصير. خلص قلت لكم اهدوا، انا فرجيه معوني شوي يا جماعه. اسكتوا اسكتوا شباب، تعال شوي كوكو. ليك هلا بتسمي الولد سيامي؟ مستحيل، بدي سمي اوكان. قلت عم اقول لك سمي الولد سيامي والا رح يتربى بلا اب طول عمره. هذا الكلام تفضلوا هلا بتشوفوا. تعال هون شوف اسود يا جماعه، انا سميت ابني سيامي. شو سميت ابنك؟ انت سميته على اسمي انا سيامي مو هيك؟ على اسم اسم سيامي. شاطر سيامي، هذا الولد اللي حدا بيقرب عليه سمى على اسمي. شفتي هالبنت البشعة؟ لك على القليلة يا ريت كانت أحلى مني، كنت ما حكيت شي. خلاص بنتي حاج تبكي، كل رجال الدنيا ما بيستاهلوا دمعتك بنوب. راح العريس، راح العريس يا أمي، راح العريس. زينب زينب دقيقة، والله لا وقفوا شوي، لك الولد ماله مني، لك والله أنا ما عملت شيء، أنا ماني أبوه، لك اسمعوني بس شوي، خلوني أفهمكم شو اللي صار. اهدوا شوي، الزلمة عم يحكي صح، الولد طلع أسود. شو يعني؟ يعني هالولد بيكون ابن كوكو أسود. كنت عارفه انه انت مستحيل تكوني. مين حلي مريت على خير؟ مستحيل سامي يكوني، كان قلبي حاسسني انه هالشغلة كذابة. وافي موافقة. يا حلوين مبروك. أنا موافقة. موافقة. شكرا يا شوكت. مبروك يا شوكت، عزبتوا حالكم واخيرا وصلنا. الحمد لله وصلنا اخيرا. بتمنى لك السعاده بنتي، لا تتضايقي من اللي صار، حطي كل شيء ورا ظهرك. بنتي بدي وصيكي بزوجك، بشكركم كثير لانكم خليتوني اعيش هاي الفرحه. يخلينا اياك، نحن اللي لازم نتشكرك، والحقيقه انت شرفتنا اليوم. انا بيشرفني انك اعطيتني بنتك. لا يا ابني ما في داعي. بيستاهل شوكت، انا اعطيتك بنتي امانه. الاب ما بده غير صهر يحمي بنته. تتهنوا، تفضل سيد عبده، خلينا نروح نحن. يلا جهز حالك، وين رايح؟ طيب ماشي خلص فهمت، انا رح حضر حالي، ما رح قاومكم. هيلين روحي انتي، انا هلا بالحائط. لا تخافي عليه، ما رح نقوي له ضرب. خلص روحي، يلا روحي. وليه وهلا ورجونا احسن ما عندك. تعالوا لا تخلوني اهرب. كانت رح تصير مجزرة اليوم. نحن لحالنا واخيرا خلصنا من العالم. بتعرفي انا كتير اشتقت لك شوكات. أنا مبسوطة كتير اليوم. وأنا كمان كتير انزعجت منك، بس بعدين انبسطت لأنك حليت هالمشكلة. الفضل إلك، لأنك ما تركتيني وضليتي واقفة معي. أنت بنت أصل. شو رأيك ننسى كل شي؟ موافق، أصلاً لازم ما نحكي بشي اليوم. شوكات أنا كتير بحبك. وأنا كمان شوكات. ليش هيك عم ترجف؟ لا انا ما عم برجف ابدا. شوكات شوكات طلع، وينك؟ هذا اللي كان ناقصني، المشاكل بتضل لاحقتني. لك حتى بليله العرس انا بفرجيه. شوكات شوكات تعال، لوين رايح؟ هي ليله عرسنا. شوكات شوكات تعال، وينك انت؟ شوكات فرجيني مراجلك. شوكات شو بدك؟ أنا بفرجيك لأنك تجرأت تتحداني،
نزل ايدك وحاجة تتمرجل فهمت؟ عم بنصحك بيتك قدامك منعني اذا فيك فرجي قرب وشوف شو رح يصير فيك سموني الحفار عياش رح تشوف ليش افتحوني الطريق يلا بسرعة خلاص وقفوا حاجة حاج بدك ترجعوا لورا شو بدك اهدى شوي هات الخاتم يلا اسمعني شو بدي اقلك تعا تعا وخد غراضك وخلينا نحكي على رواق عن شو بدنا نحكي تعال هون تعال هون خده ولا تخليني اعصب عليك يا رب لك في ماس في ماس حتى المجنون بده انا نتفق خلاص حاجتك عند طيب جاي اتفق معك هاي جزاته اللي ما بيسمع الكلمة خلونا نهربوا يا شباب شو هالرجال هدول عاصم شو هاد شغلك الجديد هذا سلاح سري كبل الكهرباء فكرت انه لعنة جدك هي اللي طيرت الزلمة طمني عنك انت منيح ايه منيح منيح يلا بترجاك تسامحنا نحن كتير غلطنا بحقك بالفوتة على غرفة نومك ولازم تعرف أنا ما أخذت لك الخاتم بس أنت كمان ما قصرت طلع صرفنا شوية مصاري بس رح نكمل الباقي بعدين وبتصور ما عاد رح تبكي على هالبيت ايه صحيح خدوا قبل ما أنسى خلاص انسى البيت شوكت كل مصيبة وفيها خير وأكيد في سبب لهالشي ليك بفضلك اشتغلت على الحفارة من جديد لك مليت من شغلي حابب ارجع للحفارة من جديد أنا بلاقي حالي بهي الشغلة بالله جد؟ ايه لهالدرجة حلوة؟ وأكتر معلش جرة؟ هي إلك أخي شوكت بالمناسبة تسريحة شعرك كتير حلوة عن جد لبقى تفرقوا لا بقتلك دخل عيونك حكينا لولا عيونك ما جينا ودخل عيونك حكينا لولا عيونك ما جينا وصلتينا لنص البير وقطعت الحبل فينا ويلي ويلي لك شو عم تساوي؟ حبيبتي شغلة الحفر طلعت بدمنا جيت لهون لحتى غني لك بحبك كتير يلا يلا وانا كمان بحبك اكتر اكتر ايوه شباب يلا ايوه شباب يلا احلى شباب انا بهنيك يا شوكت انا اختبرتك وانت بتستحق البيت اللي تركته تستاهله بس بتعرف ما في امر ابدا انا دفنت فيه بغلي ايه حذير شو لو انه بتعرفه كنت عرفت ليش انا كل هالقد بحبه اصلا هذا البغل ما عذبني ابدا ومشان هيك انا بعزه لهيك هو بيضل دائما معي وما بيفارقني ولا لحظه واحده بتمنى لك السعاده الدائمه وان شاء الله تكون هي جوازه العمر يا شوكت خلص نام وحط رجليك بمي بارده وما تهتم بحدا انبسط بحياتك وتهنى ايه بس انتبه حزير شو مو مشكلة طالما ضليت تحب الطفل يلي جواتك وهلأ بدي قلك انه هذا كل شي عندي سامحني شكرا يا جدي في شي رسالة بدك ياني وصلها اين بلا اشتقت لأبي كتير كيفه طمني اسمع لك شوكت يا ابني
أنا مبسوط منك كتير ورافع راسي فيك. دير بالك على حالك يا ابني. ارضى علينا يا جدي. كنت غاطت بالنوم وعم تبتسم كمان، شفت شي منام؟ ايه شفت منام، شفت جدي بمنامي، قال لي انه ما في قبر بالجنينة ابدا، دافن البغل تبعه هنيك. هل كان عم يختبرني؟ شوكت كأنه جدك ظريف كتير. ايه صح، كل عائلتنا هيك.